هنشوف كده الميكانيكال، ولكن الميكانيكال هنا ما عنديش غير بلامينج. البلامينج اللي هو الصرف والتغذية، تمام؟ فأنا ما عنديش غير النظامين دول هنا كميكانيكال. لكن في الغالب يعني لو فيلا كبيرة زي دي المفروض إن هي يكون فيها سيستم للاتش باك، مفروض صح؟ اه مركزي، مفروض كبيرة وكده مش صغيرة. هو هنا اعتمد على سيبريتد يونتس، او اللي هي الوحدات اللي هي زي اللي عندنا التكييف اللي هو الداخلي وكده. فا اوكي ماشي. لكن لو انت في حاجه كبيره شويه تمام، او ان شاء الله لما اشتغل على مشروع جماعي ممكن نجيب لك حاجه مثلا، او انت تجيب حاجه فيها بقى ايه فاير فايتنج بقى، وفيها اتش باك، وفيها مثلا لو مستشفى ولا حاجه يبقى فيها ميديكال جازز، فهتلاقي سيستمز كتير تعملها.